حطني فيه حطني فيه. اي اقول يا اخي سبحان الله ترى بعض الناس اخلاقه عظيمه. صحيح. واعظم شيء لما تشوفها مثلا وهذا على مستوى بر الوالدين مثلا تعرف امك وابوك وش يبغون قبل لا يتكلمون. صح. وهذا من اعظم يعني مراحل البر في انك تعرف يعني شوف هذا اللي جاك ابو سعد ترى هذا ما يجي من عبث. من واحد صقل تربيته سنعه. صحيح. صحيح. تربيته كفو تربيته صالحه يوم يجيك وعارف انه بيجي الناس تحرجك باختصار هو عارف الموقف ده وقد حصل له على طول صار رجع قبل يتكلم قال ابو سعد والله انا هذا تراني اول واحد يقوم هذا هو المنطق براسه انا اذكر ما يفعلها الا الرجل العظيم فعلا رجل عظيم يسوي الاشياء دي رجل عظيم اذكر مره في مجلس كنا في مجلس ودخل رجال والله صاحب جاه بدون ذكر اسمه فز منه رجال يوم شافه طبعا ما يعرفون بعض اول مره يتقابلون قال يا ابو فلان والله انك في مكاني قال لا المكان وسع قال والله انك في مكاني جلس في مكانه قال اطلع على العشاء خرج من العشاء ويقوم الرجال ذا اللي جلس في مكانه اللي حلف عليه ويستلحقه حي الله سلم قال معي قال معك فلان فلاني قال اعطي رقم جوالك واخذ رقم جواله وذا اخذ رقم جوال الثاني كرم الرجيل وسرب جينا بعدها فتره ويعزمنا عشاء ونجي الا والله ان رفيقه معنا على العشاء وانه يطري الموقف ذا قال الرجال هذا والله انه لازمني معروفه الله دخلت في مجلس مصطك ولا فيه مكان وقدرني وقام من محله وجلس في محله والله ما بيني وبينه سابق معرفه الله اكبر واني ما اعرفه الا في ذاك الموقف لكن دل على طيب راسه وعلمه الطيب والله اني خويه في ذا الدنيا لن انت فارق الله اكبر وانه ما يفرق الا الموت موقف واحد بعض الرجال تستحي يا اخوي والله اني انا اتكلم عن نفسي لما شفت شايب دخل في مجلس اني اقوم تلقائي حتى لو ما نعرفه حاشر الدنيا حاشر ما تستوي ترى مطيب على الجبر ذا كله لا لا شذل